تصنيع العجائن من المخلفات زي عجينة الورق، زي عجينة الكرتون، زي عجينة السفنج، زي عجينة الخشب. ومن خلال العجائن ديت بنصنع منها الأنتيكات والتحف اللي حضراتكم شايفينها بتبقى صديقة للبيئة. المخلفات طبعا سبب اساسي في تغيير المناخ، فانا فكرت وقلت يعني ليه المخلفات بدل ما هي تبقى حاجه ضاره ليه ما تبقاش حاجه مفيده ونافعه لينا وللعالم كله. ففكرت ان احنا نعيد مخلفات البلاستيك والازاز والورق والكرتون ونعيد تدويرها بطريقه مستدامه، بحيث ان هي تبقى حاجه تستخدم وحاجه يكون ليها فايده بدل ما تبقى حاجه ضاره وملهاش فايده. إعادة التدوير هو فن من الفنون، يعني زيه زي أي فن تشكيلي. وإحنا طبعاً بناشد المسؤولين وبناشد الدولة إن يكون فيه اهتمام بالفن دوت، حتى الناس اللي هم بقى عندهم موهبة إعادة التدوير يعني يتشجعوا ويبتدوا إن هم يطلعوا إنتاج أعلى ويبتدوا إن هم يعني يحسنوا من البيئة بتاعتهم ويستفيدوا من المخلفات ديت. انا عندي مبادره، يعني ليه ما نوسعش دايره اعاده تدوير المخلفات ونبدا من النشء الصغير في المدارس، نروح لهم المدارس ونعمل معاهم ورش عمل ونعمل معاهم شغل عملي، بحيث ان احنا يترسخ عند الاطفال وعند الطلبه من الصغر يعني ايه اعاده تدوير مخلفات مستدامه، ويعني ايه استفيد من المخلفات بدل ما ارميها استفيد بيها وتبقى صديقه للبيئه.